عملية جراحية لها مخاطر. بداية طبعا من التخدير إلى الجراحة إلى الخطوات الجراحية إلى خبرة المريض إلى عدم استعداد المريض لإجراء العملية. فبناء عليه لازم أولا يكون طبيب جراح سمعة طيبة شهادات موثقة ودكتور معروف وأجرى العملية دي أكثر من مرة ويتكل على الله. بالنسبة للمريض لازم في تحاليل وإشعاعات لازم يعملها، تحاليل صورة الدم، تحاليل وظائف الكبد، وظائف الكلى. لازم المريض قبل ما يعمل أي عملية لازم يخضع للتحاليل، مهمة جدا عشان صحته. وبرضك لو عنده أمراض في القلب، أمراض في الكبد، أمراض كده، دي طبعا لازم الطبيب الأول الباطني يكشف عليه وهل هو يتحمل العملية ولا لا. كذلك القلب لازم لو أكثر من 40 سنة لازم يعمل ECG اللي هو رسم قلب ونشوف قدرة القلب على تحمل البنج والخطوات الجراحية. لو اتكلمنا على بعض العمليات المشهورة قوي أو الشهيرة قوي زي عمليات شفط الدهون أو عمليات شد البطن، عمليات حقن الدهون، طبعا لها مخاطر كبيرة جدا. طبعا في كلنا عارفين في ممثلة مشهورة الله يرحمها توفت من عملية شفط الدهون، وده ما كانش سبب شفط الدهون لكن كان سبب التخدير. وطبعا التخدير لازم يكون الطبيب عنده خبرة كبيرة جدا في تخدير المرضى وعنده خبرة في عمليات شفط الدهون. بالنسبة لعمليات شد البطن لو المريض أو المريضة فوق 40-50 سنة لازم طبعا بالنسبة لعمليات القلب بتاعه لازم يكون سليم، لأن احنا بعد عمليات شد البطن بندي حاجات زي الهيبارين، حاجات تمنع التجلطات، ودي من ضمن المضاعفات الشائعة جدا في عمليات شد البطن. لازم بياخد علاج ليعمل سيولة عشان تمنع التجلطات بعد عمليات شد البطن وبالذات لو معاها شفط دهون. بالنسبة لعمليات حقن الدهون ودي عمليات برضك شائعة جدا ومشهورة جدا، وأشهرهم عمليات حقن الدهون في الوجه والمؤخرة. بالنسبة للوجه لازم الطبيب الجراح يكون خبير جدا بالنواحي التشريحية والنواحي الأناتومي بالنسبة للوجه، يكون هو خبير بوضع العضلات والشرايين والأوردة موجودة فين بالظبط، عشان هو بيحقن الدهون لو الدهون دي دخلت في الشريان ممكن تعمل مشاكل لا داعي لذكرها، بس ممكن تعمل جلطات وجلطات رئوية، جلطات دهنية تعمل مشاكل كبيرة. وبالنسبة لعمليات حقن الدهون في المؤخرة برضك دي عمليات شائعة جدا ومنتشرة جدا في السعودية وأمريكا ومصر. لو الطبيب الجراح حقن الدهون في العمق جدا ممكن يأذي العصب بتاع عصب القدم أو عصب الساق، يبقى بادئ من الفقرات القطنية لغاية اللور لغاية الجسم الساق كلها من تحت. لو هو ما خدش باله بيحقن الدهون في المكان ده ممكن يأذي العصب. تاني لو برضك حقن الدهون دي في مكان الشريان ممكن يأذي الشريان، ممكن يعمل جلطات. فإحنا بننصح الجراح اللي بيحقن الدهون في المنطقة الخلفية أو في المؤخرة لازم يكون خبير جدا بالعملية وعارف الأناتومي والتشريح في مكان كويس، ولازم يحقن الدهون دي في المنطقة السطحية سوبرفيشيال، ما ينزلش ديب بعيد عن الأعصاب وبعيد عن الشرايين والأوردة. ودي نقط مهمة جدا لازم الواحد ياخد باله منها في عمليات التكميل وشفط الدهون وحقن الدهون.